السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح أشرح chapter 2 اللي هو عنوانه atoms, molecules and ions. رح نحكي عن الذرات والجزيئات والأيونات، ورح نحكي بشكل عام عن الجدول الدوري ووجود العناصر فيه، الميتالز والنونميتالز والميتالويدز. رح نحكي عن الأتوميك ثيوري في متر اللي هي نظرية الذرية للمادة، واللي وضعها أو اكتشفها العالم جون دالتون. بالبداية بدنا نعرف شو اللي هو Law of Constant Composition، قانون التكوين المستمر، وإله اسم ثاني اللي هو Definite Composition، النسب الثابتة. إيش نص هذا القانون أو إيش على إيش يعني مبدأه؟ The relative number of atoms of each element in the compound is the same in any sample. يعني نسبة الذرات اللي موجودة بالعناصر، العناصر هاي اللي بتكون مكونة للمركبات بتكون ثابتة. كيف يعني؟ يعني مثلا لو أنا حكيت عندي الـ H2O، تمام؟ دقيقة، عندي الـ H2O، كم نسبة العناصر اللي هي الهيدروجين والأكسجين؟ 1:2، يعني عندي ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، تمام. هاي النسب، نسب العناصر أو الذرات اللي مكونة لهاي العناصر بتكون ثابتة، يعني شو ما اختلفت العينة أو شو ما اختلف المركب اللي العينة اللي موجود فيها هاي المركب. يعني الـ H2O مثلا دائما نسبته هيك، وطبعا مش بس الـ H2O لحاله، يعني باقي المركبات كلها بتكون النسب العناصر أو الذرات اللي موجودة بالعناصر ثابتة. The law of conservation of mass اللي هو قانون حفظ الكتلة. The total mass of substances present at the end of a chemical process is the same as the mass of substances present before the process took place. يعني نسبة أو كتلة المادة أو العناصر اللي بتكون بعد التفاعل لازم تكون هي نفسها اللي كانت قبل التفاعل، يعني الكتلة بتظل ثابتة. كتلة العناصر قبل التفاعل تساوي كتلة العناصر بعد التفاعل. The law of multiple proportions. If two elements A and B form more than one compound, the masses of B that combine with a given mass of A are in the ratio of small whole numbers. يعني إذا عندي عنصرين كونوا مركب، هاي العناصر اللي موجودة بالمركب رح يكون في بينها نسب، يعني نسبة وجود العنصر الفلاني إلى نسبة وجود العنصر هذا مثلا. فهون النسب هاي اللي موجودة بتكون نسب عددية يعني بسيطة جدا، يعني زي مثلا CH2 نحكي، هون النسبة بين الكربون والهيدروجين 1:2، CO مثلا هون النسبة بيناتهم 1:1. فاللي بدنا نعرفه انه النسبة بين العناصر اللي موجودة بالمركبات بتكون نسب بسيطة او نسب عددية بسيطة، تمام. When two or more compounds exist from the same element, they can not have the same relative number of atoms. يعني مثلاً لو كانت عندي العناصر اللي بتكون مركب هي نفسها بتكون مركب ثاني، هذول المركبات بيختلفوا عن بعض إنه كل واحد إله نسب للعناصر بتختلف. كيف؟ مثلاً في عندي CO وعندي CO2، تمام؟ شو بيختلف الـ CO عن الـ CO2؟ العناصر نفسها، هاي في عندي كربون وأكسجين ونفس الإشي كربون وأكسجين، بس هم بيختلفوا عن بعض بالنسب، لأنه هون عندي ذرة كربون واحدة وأكسجين واحدة، فهو النسبة 1:1. هون عندي ذرة كربون وذرتين أكسجين، فالنسبة 1:2. فإشي أكيد إنه عشان أنا أميز مركبين عن بعض أو أحكي مثلاً هذا المركب بيختلف عن هذا المركب مع إنه هو في نفس نوع العناصر، اللي هو اختلاف النسب. يعني هون نسبة العناصر اللي هون بتختلف عن نسبة العناصر اللي هون، تمام. هسه رح نحكي عن نظرية دالتون أو محاور النظرية اللي وضعها دالتون. أول إشي each element is composed of extremely small particles called atoms. يعني العناصر بتتكون من أجزاء صغيرة، هاي الأجزاء اللي موجودة بالعناصر بنسميها الأتومز، تمام. All atoms of a given element are identical, but the atoms of one element are different from the atoms of all other elements. يعني لو جبت مثلا عنصر النيتروجين وعنصر الأكسجين،
شفت ذرات العنصر النيتروجين كانت كلياتها متماثلة، متماثلة بالكتلة، متماثلة بالخصائص. المهم انه هي لها نفس الخصائص، يعني انا ما بقدر افرقهم عن بعض، يعني كثير متماثلين. النيتروجين، ذرات النيتروجين لو بدي اجي مثلا اقارنها بالاكسجين راح تكون بتختلف. يعني انا المهم انه ذرات نفس العنصر متشابهة لكن بتختلف عن ذرات العناصر الثانية. يعني الاكسجين نفس الاشي، ذراته كلها متشابهة identical لكن بتختلف عن ذرات العنصر الثاني. فاللي بدنا نفهمه من هون انه العنصر الواحد خصائص الذرات له متماثلة، لكن هاي الخصائص بتختلف عن خصائص ذرات العناصر الاخرى. Atoms of one element cannot be changed into atoms of a different element by chemical reactions. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions. يعني ما بصير في عندي انه مثلا احول ذرات عنصر الى ذرات عنصر اخر. يعني مثلا ما في تفاعل كيميائي بحولين لذرات الاكسجين لذرات نيتروجين، خلص هي بتضل نفس الذرات نفس النوع. تمام. Compounds are formed when atoms of more than one element combine. A given compound always has the same relative number and kind of atoms. يعني اتحاد أو التجمع الذرات العناصر المختلفة سواء كان اثنين أو أكثر، يعني بعطيني مركب. المركب هذا اللي طلع معي ذراته نوعها وعددها رح تكون نفس النوع وعدد الذرات أو العناصر اللي كونت المركب. يعني زي NO، هو ذرة المركب كان NO، يعني في عندي ذرة نيتروجين وذرة أكسجين. لو نيجي نشوف إيش اللي كونوا، هي ذرة أكسجين وذرة نيتروجين، فمعناته هو نفس العدد ونفس نفس نوع العناصر اللي موجودة بالكومباوند هي نفسها اللي كانت موجودة بالرياكتنت، يعني نفس العناصر اللي كونت لي هذا البرودكت الكومباوند. تمام. In Dalton's view the atom was the smallest particle possible. يعني العالم دالتون ايش حكى؟ انه الاتوم الذرة هي اصغر جزء موجود، يعني اصغر اشي عندنا بالكون. بس النظرية هي طبعا خاطئة لانه في مكونات اصلا للذرة، يعني الذرة هي نفسها بتتكون من اجزاء، فمش راح تكون الذرة هي اصغر اشي. Many discoveries led to the fact that the atom itself was made up of smaller particles, nucleus with protons and neutrons. يعني طلع الاكتشاف هذا صح، يعني هو مش صح. ليش؟ لأنه الذرة نفسها بتتكون من أجزاء، بتتكون من النيوكليوس، النواة والبروتونات والنيوترونز، هاي اللي موجودة جوا الذرة. الذرة شو محتوياتها؟ هاي بنعرفها من أيام المدرسة، إنها بتتكون من نواة وبروتونات ونيوترونات، هاي موجودة جوا الذرة. إلكترونز أند كاثود رايز راديو أكتيفيتي، هسا رح نحكي عنهم. الإلكترون، الكاثود رايز، أشعة الكاثود بيحكولها. ثومسون ديسكفري اللي كانت اكتشافه بال 1897 العالم ثومسون، اكتشف انه في عنا يعني اجزاء شحنتها سالبة، هاي لسه بتكون اصغر من الذرة اللي هي الالكترونات. يعني مين اللي اكتشف الالكترونات؟ العالم ثومسون. streams of negatively charged particles were found to emanate from cathode tube causing fluorescence. يعني جاب التيوب، التيوب هذا اسمه الكاثود راي تيوب، مرر بالكاثود او خلى فيه قطب موجب وقطب سالب. القطب الموجب اللي هو الانود والسالب الكاثود، ومرر فيه تيار كهربائي. خلال وجود التيار الكهربائي صار في عنا أشعة بتنتقل من القطب السالب إلى القطب الموجب. طبعا هاي الأشعة اللي هو بيحكي عنها هون causing fluorescence اللي هو الإشعاع، الإشعاع هذا سبب انتقاله. وجود تيار كهربائي انتقل عنا الجسيمات السالبة اللي هي الإلكترونات، يعني انتقلت من القطب السالب للقطب الموجب. تمام. فهو هاي النظرية، يعني أو وجود الإلكترونات اكتشفه بواسطة هذا التيوب اللي هو الكاثود رايز تيوب. ثومسون measured the charge over mass ratio of the electron to be 1.76 في 10 قوة 8 كولومز لكل جرام. يعني العالم ثومسون لما قاس النسبة بين الشحنة والماس والكتلة يعني للإلكترون، لقى إنها تساوي 1.76 في 10 قوة 8. نحكي
نحكي عن تجربة العالم ميليكان اللي هي ميليكان أويل دروب إكسبيريمنت. هاي التجربة خلته يتمكن من معرفة مقدار شحنة الإلكترون. شو كان مبدأ التجربة؟ إنه جاب وعاء وحط بالوعاء رذاذ من الزيت، يعني رش الزيت فيه، وكان مؤثر على الوعاء بمجال كهربائي، يعني كان فيه تأثير لقوة كهربائية. فصارت حركة قطرات الزيت، إشي يتحرك للأعلى وإشي لأسفل، وكان في هون يعني هو عندي أكثر من قوة، في عنا القوة الكهربائية وفي عنا قوة الجاذبية الأرضية. فلاحظ إنه في عنا توازن بين حركة الذرات اللي هي قطرات الزيت، إشي يتحرك للأعلى وإشي يتحرك للأسفل. فمن هون من هاي التجربة عرف كم هي مقدار شحنة الإلكترون، اللي كانت شحنته تساوي 1.6 × 10⁻¹⁹. راديو اكتيفيتي اللي هو النشاط الإشعاعي is the spontaneous emission of high energy radiation by an atom. يعني بحكي لي إنه الذرة هي بتشع بشكل تلقائي، وطبعا هاي الإشعاع بتكون طاقتها عالية. It was first observed by Henry بيكويرل اللي هو أول عالم درس هاي الشغلة أو اكتشف هذا الإشي، اللي هو العالم هنري بيكويرل، وبرضه ماري أند بيري كوري also studied it. تمام. هون بدنا نعرف إنه في عنا ثلاث أنواع اكتشفوها من الأشعة، اكتشفها العالم إيرنست ريذرفورد. هاي الأشعة في منها موجبة شحنتها، وفي منها سالبة، وفي منها غير مشحونة. طبعا هون هي نفسها هاي الأشعة اللي بدنا نحكي عنها أو البارتيكلز رح تمثل، يعني رح نكتشف إنها هاي هي نفسها اللي مثلت النيوترونات وإلكترونات وبروتونات. تمام. فعنا أول إشي ألفا بارتيكلز بوزيتيفلي تشارج، هاي شحنتها موجبة. والبيتا بارتيكلز شحنتها سالبة زي الإلكترون اللي هي الإلكترونات، يعني اللي قدام رح نكتشف إنه هي البيتا بارتيكلز هي نفسها الإلكترونات. والجاما رايز بتكون أنتشارج، يعني هون في تجربة إنه جابوا قطب موجب أو جهة موجب وجهة سالب، وكانت الأشعة هاي اللي طالعة جزء منها راح للاتجاه الموجب، وجزء منها راح للسالب، وجزء ظل بمساره ما تحرك، يعني لا راح لا للسالب ولا للموجب، فهو بيكون هذا نفسه الجاما رايز لأنه هو مش مشحون. واللي راح جهة الموجب هو البيتا بارتيكلز أو البيتا رايز لأنه شحنتها سالبة، فرح تروح جهة الموجب. واللي راحت جهة السالب اللي هي الألفا بارتيكلز أو الألفا رايز لأنه شحنتها موجبة وبدها يعني انجذبت أو انحرفت لاتجاه السالب. أتم بدنا نشوف هسه هون بالنموذج ثومسون للذرة اللي بيحكي اللي سماها اسم بلم بودينج. افترض ثومسون انه النواة بتكون موجودة، يعني داخلها هي شحنتها موجبة، يعني الجوف إلها بيكون موجب، لكنها بتحتوي على نيجاتيف إلكترونز، يعني هو افترض انه داخل النواة في عنا إلكترونات سالبة. تمام. ايش اللي نفى وجود او نفى صحة الاشي او نظرية ثومسون؟ انه جابوا قطعة رقيقة من الذهب وأطلقوا عليها أشعة ألفا أو ألفا بارتيكل، حكينا إحنا ألفا بارتيكل هي شحنتها موجبة. تمام. لما أطلقوا أشعة ألفا لاحظوا إنه بعض الأشعة رح تكون ماشية بمسار مستقيم، يعني عادي ماشي طبيعي، بعدها رح ينحرف، وبعدها رح يصير له انعكاس. وطبعا الانعكاس أو الانحراف الأشعة رح ينفي صحة نظرية ثومسون. ليش؟ لأنه هو حكى إنه جوا النواة رح يكون في عندي إلكترونات. فتمام هسا هون لو كان في عنا بالنواة إلكترونات وإحنا أصلاً أطلقنا أشعة موجبة، ما رح يكون في إشي بنعكس وإشي بنحرف لليمين أو للشمال، كله رح ينجذب نحو الإلكترونات اللي موجودة بالنواة. فعشان هيك طلعت نظرية ثومسون للذرة هي نظرية خاطئة، لأنه النواة لا تحتوي إلكترونات، النواة بتكون من جوا موجبة والإلكترونات بتكون موجودة حول النواة. فعشان هيك ظهر عنا نظرية جديدة اللي هي النيوكليير، اكتشفها العالم ريذرفورد. وكانت النظرية بتحكي إنه النواة شحنتها موجبة، وهاي النواة كثافتها عالية لكن هي حجمها بيكون حجمها صغير،
والإلكترونات بتكون موجودة حول هاي النواة، يعني هي من جوا كلها موجبة والإلكترونات حواليها. طبعا هذا الإشي منافي لنموذج أو لنظرية تامسون، لأنه لو اعتمدناها إحنا كيف بده يكون في عنا ارتداد للأشعة هاي؟ يعني هي الأشعة هاي ارتدت ليش؟ لأنه اصطدمت، هي أشعة موجبة واصطدمت بإشي موجب، عشان هيك هي ارتدت. فلو كانت مثلا جوا النواة في عنا جسيمات أو في عنا إلكترونات أو أجزاء سالبة نحكي، كان ما ارتدت الأشعة وظلت كلها بتنجذب لهاي الشحنة السالبة. The nuclear atom proton plus one and electron minus one have a charge، يعني شحنة البروتونات موجب واحد وشحنة الإلكترونات بتكون سالب واحد. Neutrons are neutral، يعني النيوترونات متعادلة أو مش مشحونة بنحكي. Protons and neutrons have essentially the same mass relative mass one، يعني تقريبا البروتونات والنيوترونات لهم نفس الماس. فهاي المعلومات أساسية إنكم تركزوا عليها، إنه البروتون شحنته موجب واحد، الإلكترون شحنته سالب واحد، النيوترون مش مشحون أو شحنته متعادلة. البروتون والنيوترون لهم تقريبا نفس الماس وهي تقريبا ون. The mass of an electron is so small we ignore it، يعني الشحنة أو الماس للإلكترون جدا صغيرة فإحنا يعني بنهملها. Ignore يعني مهمل أو بنتجاهلها، تقريبا بتكون يعني قريبة من الصفر. Proton and neutron are found in the nucleus، البروتونات والنيوترونات موجودات بالنواة داخل النواة. أما الإلكترونات، electrons travel around the nucleus، بتدور حول النواة، يعني النواة فيها بروتونات ونيوترونات والإلكترونات بتكون موجودة حول النواة. Since atom have no overall charge، يعني الذرة ما إلها شحنة كلية، the number of protons equal the number of electrons in an atom، يعني عدد الإلكترونات دائما يساوي عدد البروتونات اللي موجودة داخل النواة. طبعا هون بوضح اللي بالصور إنه هون في عندي نيوكليوس اللي هي النواة، النواة بتحتوي على بروتونات زائد نيوترونات، وهاي المساحة اللي حوالين النواة هي volume around nucleus occupied by orbiting electrons، هاي المساحة فيها بتكون إلكترونات، لأنه حكينا الإلكترونات بتكون موجودة حوالين النواة. تمام، وهون كيف بنكتب إحنا العنصر بشكل عام؟ أول إشي بنكتب رمز العنصر اللي هو sample of an element of element، اللي طبعا العنصر ممكن يكون بتكون من حرف أو من حرفين. لو كان بتكون من حرف هياته capital، لو كان حرفين بيكون الأول capital والثاني small. تمام، في عنا رقم بيكون من فوق ورقم بيكون من عند العنصر من تحت. شو دلالتنا أو شو معناه؟ الرقم اللي من فوق هو الماس نمبر، الماس نمبر اللي هو العدد الكتلي. شو هو العدد الكتلي؟ هو مجموع البروتونات والنيوترونات. تمام، العدد اللي من تحت اللي هو العدد الذري هو نفسه بيكون عدد البروتونات لحال، وطبعا احنا حكينا او رح نحكي انه البروتونات هي عددها نفس بيكون عدد الالكترونات. فاحنا سواء حكينا انه كنا بنعرف انه مثلا عندي 5 الكترونات فخلص بنحكي انه البروتونات برضه 5، فمعناته الاتوميك نمبر 5. يعني هيك انه البروتونات تساوي الالكترونات وهي نفسها الاتوميك نمبر. الماس نمبر هو عبارة عن مجموع البروتونات زائد النيوترونات. تمام، elements are represented by one or two letter symbol for which the first letter is always capitalized، يعني بحكي لي انه الelement العنصر ممكن انه يتكون من حرف رمزه او حرفين، والحرف الاول دائما بيكون capital. يعني لو مثلا بدنا نكتب عنصر الكربون هي capital C، لو بدنا نكتب عنصر الكالسيوم اللي هو Ca، الأول بيكون كابيتال والحرف الثاني بيكون سمول. تمام، all atoms of the same element have the same number of protons which is called the atomic number، بحكي لي إنه الذرات للعنصر الواحد إلها نفس يعني نفس البروتونات، يعني ذرات العنصر بيكون فيها نفس عدد البروتونات، واللي هو بسموه حكينا الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر بيعبر لي عن عدد البروتونات اللي موجودة في النواة.
The mass number is the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. يعني الماس نمبر اللي بفرق إذا بدي أفرق بين الماس نمبر والأتوميك نمبر. الماس نمبر هو مجموع total number of protons and neutrons اللي موجودة بالنواة، لكن الأتوميك نمبر هو بس عدد البروتونز. تمام. Protons and electrons are the only particles that have a charge. يعني البروتونات والإلكترونات هي يعني الوحيدة اللي إلها شحنة. حكينا النيوترونز نيوترال أو ما إلها شارج، فيعني بتكون شحنتها متعادلة، يعني هي صفر شحنتها. أما البروتونات إلها شحنة اللي هي حكينا شحنتها بلس وان، والإلكترونز إلها شحنة اللي هي ماينس وان. Protons and neutrons have essentially the same mass. برضو حكيناها إنه إلهم البروتونات والنيوترونات لهم نفس الماس تقريبا. The mass of an electron is so small we ignore it. يعني كتلة الإلكترونات جدا صغيرة فعشان هيك إحنا بنهملها. Number of protons in an atom يساوي number of electrons. هاي دائما يعني قاعدة ثابتة إنه عدد البروتونات بالأتوم هي نفسها عدد الإلكترونات اللي بتكون حوالي الذرة النواة. Atomic mass يساوي number of protons and in the atom in the nucleus. الاتوميك ماس هو عبارة عن عدد البروتونات. أما الماس number the total number of protons زائد neutrons in the atom. فإحنا بدنا نميز هنا بين حكينا الاتوميك ماس والماس number العدد الذري والعدد الكتلي. نحكي هون عن البروتون والنيوترون والإلكترون. هاي الشغلات حكيناها إنه شحنتهم البروتون بوزيتيف بلس وان، النيوترونز نيوترال ما إله شحنة أو شحنته صفر، يعني الإلكترونز شحنته سالب واحد نيجاتيف، والماس إلهم البروتون واحد. يعني هي البروتون والنيوترون حكينا الماس إلهم بتكون كثير قريبة من بعض، فإحنا بنعتبرهم نفس الماس يعني هذول الرقمين. أما شحنة الماس للإلكترون شحنته صغيرة جدا، عشان هيك إحنا مش شحنته الماس إله، فعشان هيك إحنا بنهمل الماس. Isotopes are atoms of the same element with different number of neutrons and different masses. يعني الايزوتوبس اللي هي إحنا بنحكي لها النظائر. شو هي النظائر؟ إنه أنا بيكون عندي عنصر، بس العنصر هذا ممكن يكون فيه أكثر من، يعني النيوترونات عدد النيوترونات فيه ممكن يتغير. يعني زي مثلا الكربون، مرة كان عندي عدد النيوترونات فيه 5، مرة كان 6، مرة 7، مرة 8. فإحنا لما يتغير عندنا عدد النيوترونات أكيد رح يتغير عندي الاتوميك، لا الماس نمبر. ليش؟ لانه الماس نمبر هو عبارة عن مجموع النمبر للبروتونز يعني زائد النيوترونز ان ذا اتوم. اما لو نحكي مثلا عن العدد الذري ما رح يتغير. ليش؟ لانه انا ظلت البروتونات عندي ثابتة، يعني انا اللي تغير عندي مين؟ النيوترونز. طيب النيوترونز هو مش موجود، يعني ما له دخل بالاتوميك ماس، فعشان هيك الاتوميك ماس بضل زي ما هو، بس اللي بتغير عندي النيوترونات، فبالتالي رح يتغير عندي الماس نمبر. لانه ليش؟ الماس نمبر هو مجموع البروتونز زائد النيوترونز، فخلص تغيرت النيوترونز فاكيد رح يتغير الماس نمبر. اما بالنسبة للالكترونات والبروتونات هي بتكون ثابتة بالايزوتوبس، واللي تغير بس هي النيوترونات. يعني عندي هون سي، هون كان عندي الماس نمبر 11، هون 12، هون 13، هون 14. شو السبب؟ انه تغير عندي النيوترونز. هون مرة كانت 5، مرة 6، والى اخره. اتوميك ماس يونت رح نستخدم هون الوحدة جديدة لقياس الكتلة الذرات اللي هي اليو. تمام. اتومز هاف اكستريملي سمول ماسز، اكيد يعني كتلة الاتومز جدا صغيرة. The heaviest known atoms have a mass of approximately 4×10^-22 جرام. يعني أكبر ذرة وصلوا لها إنه كانت الماس إلها كتلتها 4×10^-22 جرام. A mass scale on the atomic level is used where an atomic mass unit U is the base unit. يعني استخدموا السكيل الجديد أو مقياس جديد للماس للأتومز اللي هو أعطوه رمز U. 1U equal 1.66054 × 10^-24 جرام.
يعني هذا العدد اللي بيكافئه من الجرامات. طبعا هذا العدد جدا صغير لانه هي 10 قوة سالب 24. اتوميك ويت، طبعا الاتوميك ويت انا ما بقدر احدد قيمة تكون ابسوليوت، يعني هي قيمة بتكون جاية من افريج. ليش؟ لانه عندي بعض العناصر الكتلة لها هي لها نظائر، فانا ما بقدر احدد كتلة هذا العنصر من نظير واحد. فبنرجع للنظائر الايزوتوبس، بناخذ لها افريج وبنعمل لها بيكون حسابات معينة، ومن هاي الحسابات بنطلع افريج للعنصر كامل. فاحنا ما بنقدر نحكي مثلا انه الكربون هون كنا شفنا انه له 4 نظائر، 4 ايزوتوبس. طيب احنا هسه مثلا نقدر ناخذ كتلة الكربون، يعني خلص نعتمد انه جاية من هون ونعتمدها لكل النظائر؟ لا. ليش؟ لانه هون كتلته كانت بتختلف عن كتلته هون، بتختلف عن كتلته هون. فاحنا بناخذ الكتلة لهم كافرج وبنعتمدها للعنصر. كيف بناخذها؟ في قانون اللي هو مجموع الايزوتوبز ماس ضرب فراكشنال ناتشورال اباندنس، يعني الكتلة للنظير ضرب نسبة وجوده بالطبيعة. طبعا هاي النسبة بتكون يعني محددة انه كم هو موجود بالطبيعة، نسبة مئوية. فمثلا لو بدنا نحسب للكربون، ناخذ للكربون بنشوف كم كتلة الايزوتوب هاد ضرب نسبة وجوده بالطبيعة، زائد للنظير هاد وضرب نسبة وجوده بالطبيعة، وبنطبق يعني على مجموع الايزوتوبس كلهم، وبنحدد من خلاله كم كتلة الكربون. فالإشي يعني اللي احنا نفهمه من هذا كله انه انا كونه عندي نظائر لبعض العناصر، انا ما بقدر احكي انه له كتلة مطلقة او انه هي جاية من نظير واحد. لا، بناخذ افريج لهم كلهم وبنحدد كتلة العنصر. طبعا هاي للي لهم نظائر، للعناصر اللي لها نظائر. اما في عناصر ما بيكون لها نظير، فخلص احنا بنعتمد كتلتها زي ما هي موجودة. هسه رح نحكي عن اشي جديد بالتشابتر اللي هو البريودك تابل. وطبعا كلنا بنعرف الجدول الدوري. The periodic table is a systematic organization of the element، يعني هو بتكون بتترتب او بتتوزع فيه العناصر بنظام معين. تمام. الإليمنتس ار ارينجد ان اوردر اوف اتوميك نمبر، بتكون العناصر مرتبه فيه حسب الاتوميك نمبر، يعني بترتيب الاتوميك نمبر لها. يعني مثلا عندي الهيدروجين الاتوميك نمبر هون عندنا 1، هون عندنا الهيليوم 2، الليثيوم 3، البريليوم 4. تمام. فبنرتب العناصر ان اوردر اوف اتوميك نمبر. نحكي اول إشي عن البيريود اللي هي الدوره في الجدول الدوري. بتكون horizontal rows، يعني خطوط أفقية هيك جاية. مثلا الهيليوم والهيدروجين دورة، عند الليثيوم والبريليوم البارون والكربون هاي هيك دورة، الصوديوم والمغنيسيوم هاي مثلا دورة. فبدنا نعرف انه الدورة هي عبارة عن horizontal rows. Periods are designated by the numbers on the left in the periodic table. يعني هون عندي مثلا هاي الدورة بس رقمها 1 هيك، هاي الدورة رقمها 2. هاي طبعا رقم الدورة بيكون موجود على جهة الشمال من الجدول الدوري. هاي مكتوب هون عندي 3، هون 4 5 6 7، هاي هي بتمثل أرقام الدورات اللي بالجدول الدوري. هسه نحكي عن الصفين اللي موجودات او الدورتين اللي موجودين بالجدول الدوري من تحت. هذول هم inner transition element، يعني احنا هون في عنا العناصر المجموعات هاي اللي مسمينها بي، هاي transition metal يعني عناصر انتقالية. هذول الصفين الدورتين هم جزء من الترانزيشن ميتال، وهم طبعا انر بس عشان يعني شكل الجدول الدوري بيحافظوا على شكله اكثر، فصلوهم لحال. وطبعا هون في عندي اول دورة اسمها لانثانايد، والدورة هاي اللي تحتها اسمها اكتينايد. نسبة انه هون في عندي عنصر اللانثانيوم اللي هو رمزه LA فسميناها لانثانايد، وهاي اكتينيوم فسموها الاكتينايد سيريز. تمام. groups، هسه رح نحكي عن المجموعات اللي بالجدول الدوري. المجموعة هي بتكون عبارة عن صفوف عمودية، يعني هيك هاي مجموعة
مثلا 1A هاي اللي تحت هيك مجموعة هاي مجموعة، فال بتختلف انه الدورة هون horizontal والمجموعة هي vertical. تمام. elements within a group have similar chemical and physical properties. بحكي لي انه العناصر اللي اللي موجودة بالمجموعة الواحدة بنفس المجموعة لهم نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية. groups are designated at the top by the numbers. عندي من 1 إلى 8 وفي عندي الأحرف A و B. طبعا شو دلالتهم؟ اللي عندهم رمز A هذول هم المجموعات الأساسية، عندي 1, 2A, 3A لعند 8. تمام. أما اللي رمزهم B هاي هي الترانزيشن مثل بتكون العناصر الانتقالية اللي هي من هون هيك لهون. تمام. هاي group A group elements representative or main group elements اللي هي main group المجموعات الأساسية. ال B group اللي هي transition elements، وطبعا ال lanthanide والactinide هي من ضمن ال transition elements. تمام. بحكي لي عناصر المجموعة الأولى هي alkali metal اسمها، عناصر المجموعة الثانية اللي هي alkaline earth metal، المجموعة السادسة هاي المجموعة السادسة. تمام. تشالكوجنز المجموعة السابعة اللي هي الهالوجنز، والثامنة اللي هي النوبل غازز. طبعا هاي المجموعة الثامنة اللي هي العناصر فيها بتكون مستقرة وما بتتفاعل، عناصر خاملة. تمام. عندنا هون أي عنصر بالجدول الدوري، هون بالنص بيكون مكتوب الأتوميك سامبل اللي هو رمزه، ومن فوق بيكون الأتوميك نمبر، ومن تحت بيكون عندي الأتوميك ويت. The categories of elements، هسا بدنا احنا نصنف العناصر حسب وجودها بالجدول الدوري لميتالز او نون ميتالز او ميتالويدز، يعني فلزات او لا فلزات او اشباه الفلزات. طيب اول اشي حسب الميتالز، نحكي عن الميتالز يعني except hydrogen all elements on the left side and in this, the middle of the periodic table are metals. يعني كل العناصر اللي موجودة على يمين الجدول الدوري وبرضو بالنص جاية هي عبارة عن metals باستثناء الهيدروجين. تمام. The majority of elements are metal that have characteristic properties. طبعا في خصائص بتميز الميتالز عن باقي العناصر. ايش خصائص الميتالز؟ solids at room temperature except Hg is liquid، هي بتكون عند درجة حرارة الغرفة بتكون solid، ما عدا Hg حالته بتكون بالحالة السائلة liquid. metallic cluster طبعا المعدن بيكون له لمعان. good conductors of heat and electricity، جيد توصيله جيد يعني للكهرباء والحرارة، فهو يعني يعتبر انه من المواد الموصلة. تمام. هون هو عشان نميز الميتالز والنون ميتالز والميتالويدز عن بعض حطلنا بالجدول الدوري الوان، الاصفر الميتالز واللي لونه البنفسجي او النهدي هاي الميتالويدز، واللون الاخضر اللي هو النون ميتالز. فهاي كل هالعناصر اللي بالاصفر هون هيك هاي metals. تمام. نحكي عن النون ميتالز اللي هي لا فلزات. نون ميتالز ار اون ذا رايت سايد اوف ذا بيريوديك تيبل، موجوده من جهه اليمين من الجدول الدوري. طبعا هاي اللي هي لونها بالاخضر. خصائصها gases or solids at room temperature except the Br2 is liquid، يعني هي بتكون بالحالة الغازية أو الحالة الصلبة عند درجة حرارة الغرفة باستثناء ال Br2 موجود بالحالة السائلة. إشي حالته غازية زي العنصر النيون، solid زي الكربون، وبحكي لي برضو من خصائصه إنه brittle solid يعني هو هش، brittle يعني هش. insulators يعني هو توصيله للكهرباء أو للحرارة ضعيف، مش زي الميتالز كنا نحكي إنه الميتالز موصل للحرارة والكهرباء. فهاي هون poor conductors يعني توصيلها بيكون ضعيف. تمام. هاي هون اللون أخضر هاي كلياتها non metals. نحكي هسا عن الميتالويدز اللي هي الأشباه الفلزات. elements that lie along the stair step line between metals and non-metals. بحكي لي إنه هي العناصر اللي موجودة على طول خط الدرجة الفاصلة بين الميتالز والنون-metals. هيها اللي لونها بيكون لونها نهدي، هيها موجودة هون
هاي موجودة بين الميتالز من الميتالز. تمام. Their properties are sometimes like metals and sometimes like non-metals. يعني أحيانا بتكون خصائصها زي الميتالز وأحيانا زي non-metals. Solids at room temperature. هي بتكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة. Some are semiconductor. وبعضها أشبه موصلات. تمام. في عنا هون أسئلة. For the following elements عنا ال B, C, A, F, H, E, M, G, والP. With of which of them would have a similar properties. بحكي لي مين من العناصر اللي موجودة عندي إلها نفس الخصائص. طبعا حكينا إنه العناصر اللي بتكون موجودة بالمجموعة الوحدة بتكون إلها نفس الخصائص. يعني مثلا هاي العناصر المجموعة الأولى كل العناصر اللي فيها خصائصهم الفيزيائية والكيميائية نفس الإشي. فبنشوف مين العناصر منهم اللي موجودين بنفس المجموعة اللي هم CA والام جي. هي هم موجودات بالمجموعة الثانية، فبما انهم بنفس المجموعة فخلص لهم نفس الخصائص. تمام. give the atomic number of Na and Br and label them as metal, non-metal or metalloids. يعني بيحكي لي بده عدد الذري للصوديوم والبروم وبده نحدد اذا هم metal, non-metal or metalloid. تمام. ال Na هي موجود بالجدول الدوري في بالمجموعة الأولى، عدد الذري بيكون 11، هاي لأنه الرقم اللي مكتوب فوق حكينا هذا العدد الذري. وعندنا البروم، البروم موجود بالمجموعة السابعة، هي العدد الذري له 35. تمام. فحددنا العدد الذري هون 11 وهون 35، وخصائصه إذا كان مثل أو نوعه إذا مثل أو نون مثل. الصوديوم الـ Na مثل، ليش؟ لأنه هيو حكينا على يمين على يسار الجدول الدوري. والبروم نون مثل لأنه موجود هون على يمين الجدول الدوري.